الجزائر اليوم. اشترك الآن. رفض قاضي الجلسة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الاثنين الإفراج عن الفنان رضا سيتيسازي بعد شهرين من سجنه بتهمة أسقطتها العدالة عنه وهي تزوير النقود. وتم تأجيل محاكمة الفنان رضا سيتيساز إلى غاية 31 من الشهر الجاري بسبب غياب الضحايا. ويشار أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد قرر سابقا إسقاط تهمة تزوير العملة الصعبة عن المغني وحال ملفه على المحاكمة.